دائما ما بيختار أبو فلة الأعمال الخيرية كوجهة للاحتفال بنجاحاته بمسيرته على يوتيوب. فقبل سنة وبمناسبة 5 مليون مشترك نظم حملة خيرية لبناء مسجد بدولة الموزمبيق يحمل اسم أبو فلة ومتابعينه، وبمناسبة 8 مليون مشترك نظم مشروع لكفالة طلبة مع متابعينه، وبعد وصوله لعشرة مليون مشترك بأقل من سنة ونص من بدايته على يوتيوب نظم مسابقة أهدى فيها سيارات لمتابعينه. فكل ما عم يتخطى رقم جديد عم يحتفل أبو فلة بعمل خيري جديد. أما هالمرة فحيكون بمناسبة تخطيه لحاجز 20 مليون مشترك، فأطلق قبل يوم فيديو 20 مليون واللي شكر فيه المتابعين على دعمهم له خلال كل مسيرته، وأعلن أن العمل الخيري حيكون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير احتياجات الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء. كل هاي يا جماعة أبشركم كل شيء تمام، جهزنا المونك كل شيء تمام، البث جاهز بإذن الله الساعة 8 على التوقيت الرابع 9:30. الله ربي يسهل الأمور إن شاء الله. قم مرتاح، أنا مرتاح يا جماعة. شغلة مهمة بس أبي أقولها، أي مساعدة تبي تسويها أدالو على خيرك فاعلي. أي شيء تبي تدعم أو تبي تساعد بالنشرة أو أي شيء، مهما كنت، إن كنت شخص مشهور أو كنت شخص غير مشهور أو أي شيء، أنت هذا خير، هذا أجر تبي تشارك فيه، جزاك الله ألف خير. ما في مشكلة، بس أهم شيء ادعم بإذن الله خلص تأخذ الأجر إن شاء الله، ربي يجعله بزلع زلطة بخلص. فالهدف هالمرة وصول عدد العائلات المستفيدة ل5000 عائلة وجمع $1,000,000 خلال بث مباشر على قناته على يوتيوب. فما رح يسكر أبو فلة البث حتى يحقق هذا الهدف، فشفناه مبارحة وهو نايم خلال البث. فلحد الآن وبعد 17 ساعة بث اقترب أبو فلة ومتابعينه من تحقيق نصف الهدف، فوصل ل2200 عائلة مستفيدة. فعدد كبير من اليوتيوبرز ساندوا ودعموا أبو فلة بهالخطوة، فمن بينهم اللي نشر ومن بينهم اللي تبرع بالبث، حيث صعد اسم أنصالة فاميلي بالتوب دونرز، حيث ظهر بالبث أنهم تبرعوا ب$10,000. أما جوحة الطاب ب$6,000 ونور ستارز ب$4,000 وغيرهم كتار. دقيقة بس قاعد أحسب دقيقة، قاعد أحسب كم إنسان. دقيقة 200 ما شاء الله تبارك الرحمن، 50 إنسان يا 50 عائلة يا الله يا الله. أنا صالة فاميلي اخ الله يعطيكم العافيه، والله انتوا يا شوف الله $10,000 اخي انس، 50 عائلة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجزيك الف خير. شكرا لا شوف اخي انس، الله يعطيك الف عافيه والله، شكرا.